السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو غادي نخصو للتصحيح ديال واحد ليكزارسيس في ليستيريفيكاسيون، يعني ان دوزيام ليكزارسيس. عندنا ليكزارسيس تيقولنا اين تمبيراتور تي ايكال 80 دوغري سيلسيوس اون رياليز ان ميلونج ايكويمولير اون بارتون انيسيالمون دو ان زيرو مول داسيد ايتانويك CH3COH et N0 mol d'éthanol CH3CH2OH additionné de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. On suit l'évolution de la réaction en évaluant la quantité d'acide restante en fonction du temps. C'est-à-dire que nous avons un mélange équimolaire. Mélange équimolaire, c'est-à-dire que nous avons l'acide et l'alcool et nous avons la quantité de matière. هذا هو ميلونج ايكويمولير. اديسيوني كلكو غوت داسيد سلفوريك، هذا سي تان كاتاليزور. هادو حويجات اللي خصنا نكونوا عارفينهم في الكور. هذا ميلونج ايكويمولير سيتادير عندو ميم كونتيتي دو ماتيير. لاسيد سلفوريك كونسونتري سي تان كاتاليزور بور اكسيليري لا رياكسيون، الدور ديالو سي داكسيليري لا رياكسيون. On suit l'évolution de la réaction en évaluant la quantité d'acide restante, d'acide, l'acide, en fonction du temps. On fait le dosage. Quand on dose la quantité d'acide reste à chaque instant, on obtient de la courbe que tu fais. La courbe va dire de la valeur. On va dire 4 nqas, qui est la quantité de matière de l'acide 4 nqas décroît. Un certain temps, avec la quantité de matière est toujours constante. C'est-à-dire, on atteint l'équilibre ou la fin de la réaction. Question 1. Écrire l'équation de la réaction d'estérification. Donc, l'équation de la réaction d'estérification, qu'est-ce qu'on entre un acide ou l'éthanolina, c'est l'acide éthanoïque, CH3COOH. Et tu connais la molécule, ça n'a pas de éthanoïque vient du éthane. Éthane. يعني شحال من كربون جوج كربونات، ولكن فاش كنقولو ايتانويك سيتادير كاينه لا فونكسيون او او اش او لا سي دوبليزون او او اش بحال بحال او معاها سي اش 3 هنا، يعني هنا سي اش 3 هو هذا ليكسبريسيون ديال ايتان. دونك عندنا ايتان افيك ان الكول، الكول سي لو ايتانول، يعني حتى هو عندو جا من نفس الالكان سي اش 3 سي اش 2 او اش. دونك لا رياكسيون اش قلنا ديك الخطره، كنا قلنا اون اليمين اش 2 او، كنحيدو اش 2 او اونتر لي دو، يعني انا تنقول نحيد هاد اش ولا نحيد هاد ولا نحيد هاد اش مثلا افيك هاد او اش، او لا نحيد هاد او اش بحال بحال بالنسبه لنا افيك هاد اش. دونك شنو تولي عندنا؟ غيبقى لنا سي اش 3 سي او او هادي ومعها هاد سي اش 2 اللي حيدنا منها او اش، غتجي هنا CH2 CH3 plus H2O. C'est la réaction. Réaction en deux sens, parce que l'ester l'ester l'enzyme E peut réagir avec l'eau. Donc il fait avec l'eau. Oui, atteint le sens indirect. L'alcool avec l'acide. Il y a un enzyme hydrolyse. يعني الا كان عندنا الاستير مع لو كتسمى ايدروليز، والا كان عندنا لاسيد افيك الكول كتسمى استيريفيكاسيون. هادو حويجات اللي خصنا نعرفها. سي بون، كون قالنا سميو لنا هاد الاستير، هاد الاستير سميتو كتقسم لجوج، هاد لابارتي بوحدها وهادي بوحدها. دونك هذا شحال من كربون؟ سي دو كربون كنقولو ايتان، ولكن استير معروف واحد لا تيرمينيزون لي هي وات، استيرات ايتان وات، وهذا
CH2CH3 هذا سي تان الكيل كنسميوه، يعني فيه جوج كربونات ايثان كنقولوا ايثيل، دونك سي ايثانوات ديتيل، هذه هي السميه ديال هذا الاستغلال. شوف شوف لا كيسيون اخرى، اون اوتيليزون لا كورب لا فيغور 1، هاد لا كورب هذا نستعملوه، ديتيرمين النومبر دو مول ان زيرو داسيد اي دالكول على ليطا انيسيال، يعني لو نومبر دو مول يعني لا كونتيتي دو ماتيير. دونك دابخي لا كورب دابخي لا كورب اشنو عندنا؟ ليطا انيسيال سادير ا تي ايكال زيرو، تي ايكال ا زيرو ها هي زيرو، شحال لا كونتيتي دو ماتيير؟ سي هاي ان زيرو سي 006، هاد لا كونتيتي دو ماتيير ديال من ديال لاسيد، حيت هاد لا كورب ديال لاسيد عندنا ليفوليسيون، اون سوي ليفوليسيون دو لا رياكسيون اي اون ايفاليون لا كونتيتي داسيد ريستونت، يعني هاد لا كورب ديال لاسيد، ولكن بويسك لو ميلونج ايكوي مولار يعني هاد لا كونتيتي راهي ديال لاسيد هي ديال الكونيت متساويين حيت ايكوي مولار. دونك دابخي لا كورب ان زيرو دو لاسيد égale à 0,06 mol, puisque mélange équimolaire, analyse ça, on va dire directement, puisque mélange équimolaire, qui est un 1,0 de l'alcool, égale 1,0 de l'acide, égale 0,06 mol. Voilà. Il est quand même une question chez exercice montrer que le mélange équimolaire, il suffit de calculer la quantité de matière de l'alcool mais de l'acide ou bien on a la question de savoir le mélange équimolaire. La question B, il est dressé un tableau d'avancement et montrer que l'avancement final est x final égal. Donc dresser le tableau d'avancement, le tableau d'avancement qu'on dresse, je clique en dresser au dima. État initial, intermédiaire et final. Donc, halaka. Maintenant, équation. On a dit que c'est équation en abréviation. Vous savez, A, c'est acide, plus alcool. Même chiffre d'orange, c'est pas le puisque qui atteint ester, plus H12. Donc, maintenant, état du système, l'avancement, voilà, c'est la quantité de matière en mol. Maintenant, l'état initial, l'état intermédiaire, parce que la réaction s'effectue en trois états, et l'état final. Donc, initial, intermédiaire et final. 0x, x final. Donc, on a dit quantité de matière mélange équimolaire, on a juste la quantité de matière. N0, N0, lié 0,6, 0,06, 0,06. L'ester, bien sûr, mais quand je fais le départ, quantité de c'est 0. L'eau, c'est 0. On a mis en excès. Parce que la chimie organique, l'eau, c'est pas un solvant. Vous savez, l'eau qui réagit, mais c'est maudible. Vous savez, le même est maudible, parce qu'on a un excès ou faire. Donc, on a x, x, n0 moins x final, n0 moins x final et x final. Voilà. On va montrer que l'avancement final est égal. On va montrer la courbe. La courbe, on a fait les galulina, c'est la courbe, on a fait la quantité d'acide reste. Le reste, c'est de l'acide. Donc, on a la courbe, on a dit la quantité d'acide reste. Le reste de l'acide. C'est bon? Donc, le reste de l'acide, on a pris un x final. Donc x final, il y a dit, pardon, la quantité finale, il y a dit,
c'est-à-dire la quantité finale, égale à 0,02. C'est bon? Donc, il est gna. Je la quantité finale. D'après la courbe, N final égale, je 0,02. Final, il y a la courbe constante. C'est 0,02 mol. Ou d'après le tableau d'avancement, je vais l'acide. L'acide, vous faites N0 moins X final. L'acide, quand tu fais le N0, c'est-à-dire N0, tu fais maintenant X final, c'est-à-dire X final, tu fais l'acide, tu fais N0, Kamla, moins X final. Yani N0, N final, égale à N0 moins X final. Ça implique que X final égale N0 moins N final. Donc, X final égale N0, il y a 0,06 moins 0,02. Yani X final égale 0,04 mol. C'est-à-dire, il y a la quantité finale, le X final, la réaction. C'est bon? Sur la question 6, SCMA, déterminer le taux d'avancement. Ah, ou le moment qui nous voulons déterminer le rendement. C'est la même chose, hein? Nous, c'est la méthode. Parce qu'on calcule le rendement, et parce qu'on calcule le taux d'avancement. Taux d'avancement, des réactions acido-basiques, 900. Voilà. Nous savons que taux égale à x final sur x max. C'est-à-dire x final sur x max. Bon. Et bien, je vais faire un cas. Le rendement, c'est n expérimental sur n théorique. C'est-à-dire le rendement. Donc, n expérimental, c'est x final. Ou n théorique, c'est x max. Si on a le rendement auto, c'est la même chose. Donc, je calcule x max. Puisque le mélange équimolaire, puisque le mélange équimolaire, c'est le molat, donc X max, il y a N0, il y a 0,06. Quand on a les quantités de matière, mais les quantités de matière, غادي نقولوا مثلا ان 0 ديال لاسيد مقارنه مع ان 0 ديال الكول، مثلا ان 0 ديال لاسيد تساوي ان 0 ديال الكول، دونك اكس ماكس هي ان 0 ديال لاسيد، ولا العكس، ولا ان 0 ديال الكول صغر من هذا، كنقولوا اكس ماكس هي ان 0 الكول، دونك اكس ماكس نعاود نقول اكس ماكس هي ان تيوريك، سي لا ميم شوز. اكس فينال حنا لقيناها، دونك جو بو كالكولي لو روندومون. Donc, le taux, c'est 0,04 lié à x final sur 0,06 égale, lié à 4 sur 6, lié à 4 sur 6, il y a 2 sur 3. 2 sur 3, lié à 0,66. 0,66. Quelle caractéristique de la réaction d'esterification est confirmée par ce résultat? Puisque taux égal à 1, réaction limitée. Donc, réaction limitée. On a dit qu'on a l'esterification. L'esterification, les caractéristiques, réaction limitée et lente. C'est bon? Monsieur Oudéba, la question a déterminé la composition du mélange à l'équilibre. Donc, la composition du mélange, c'est-à-dire la quantité de matière ou là les concentrations les espèces réactives et produits à l'état d'équilibre. La quantité de matière à l'équilibre. N'oubliez pas les réactifs. L'acide, la quantité de matière de l'acide à l'équilibre, il y a N0 moins X final. اللي هي اصلا عطينا لنا في لاكوب هي 0,02 يعني غادي نقول لا كونتيتي دو ماتيير فينال دو لاسيد وهي
كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير فينال دو الكول كتساوي 0.02 مول. علاش متساويين؟ لان هاد ان 0 كتساوي هاد ان 0 و اكس وكنقصوا من ان 0 نفس اكس فينال كتنقص فيهم، يعني عندهم نفس لا كونتيتي دو ماتيير فينال. كونتيتي دو ماتيير ديال ليستير حسب الجدول الوصفي للطابلو دافونسمون هي اكس فينال، وديال الماء هي اكس فينال. ان فينال ديال ليستير كتساوي ان فينال ديال اش 2 كتساوي اكس فينال اللي هي 0.04 مول. نتاكد ليك هي 0.04. فوالا هادو لي كومبوزيسيون. La question B, en déduire la constante d'équilibre. K, c'est la concentration des produits, yani concentration de l'ester, la concentration de H2O. On est sur l'acide base, on dit la concentration de H2O. On a la concentration de l'acide fois la concentration de l'alcool. Donc, K, qu'est-ce que la concentration, c'est la quantité de matière et le volume, yani ester, quantité de matière de l'eau, X final, LFB. Ndroba, X final de l'eau. لان عندهم نفس لا كونتيتي دو ماتيير، وهنا ان 0 موان اكس فينال على في ديال الاسيد، و ان 0 موان اكس فينال على في ديال الكول. نفس الفوليم كيكون عندنا، يعني هادو مختلطين بهم، يعني ك ايكال اكس فينال او كاري، لان اكس فينال فوا اكس فينال على ان 0 موان اكس فينال لو تو او كاري. علاش؟ لانهم عندهم نفس لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ميلونج ايكويفالون. هنا ممكن نحسبها، يعني هي 0.04 او كاري على هادي، انا درتها هكا غير بالعين غير باش، لان الا كان دي زيكزيرسيس اخرين ممكن يطلبوا منك تلقى اكس فينال. اما هاد ان 0 مو اكس فينال حنا تنعرفوها هي 0.02، هي لا كونتيتي فينال ديال الاسيد. يعني كان بامكاني من هنا، كان بامكاني من هنا ندير هكا، ندير ان فينال ديال استر على في، ان فينال ديال اش 2 او على في، على ان فينال ديال الاسيد في ان فينال ديال الكول كل على في في ياك. وهادو حاسبهم قبلها، عندي قبلها نعوض. انا درت هكا علاش؟ لان بعض الاحيان تيكونوا دي زيكزيرسيس اخرين يطلب منك تلقى اكس فينال، ممكن يلقاو اكس فينال من هاد العلاقه، تكون عندنا كادوني ولقاو اكس فينال، فهمتي؟ دونك 002 لو تو او اوكي، هادي غتعطينا هي 4 كا ايكال 4. دونك هادي غادي نحيدها، دونك لا كونستانت ديكيليبر كا ايكال 4، فهمتي؟ دونك غادي نفتح هنا واحد القوس، كون طلبوا منا في لا كيسيون تروفي اكس فينال، عندنا كا سيبوزون عندنا كا وبغينا نلقاو اكس فينال، كا ايكال اكس فينال او كاري على ان 0 موان اكس فينال لو تو او او كاري. الى بغينا نحيدو هاد او كاري غاتولي عندنا غا سين كا ايكال اكس فينال على ان 0 موان اكس فينال، نطلعو نضربو في غا سين كا تولي غا سين كا فاكتور ان 0 موان اكس فينال ايكال اكس فينال، يعني هي غاسين كا فوا ان 0 موان اكس فينال غاسين كا ايكالا اكس فينال. نحولو هاد اكس فينال لهاد الجهة غتولي عندنا غاسين كا فوا ان 0 ايكالا اكس فينال فاكتور ان بليس غاسين كا، يعني اكس فينال هي غاسين كا فوا ان 0 سوغ ان بليس غاسين كا. ممكن نلقاو اكس فينال بهاد العلاقه هادي بشرط ان نفس لي كونتيتي دو ماتيير يكون عندهم بجوج. سي بون، نمشيو لا ديرنيير كيسيون. ميتنون اون فوا ليكيليبر ديناميك اي تاتا، اون فوا وصلنا ليكيليبر فاهمين، اون اجوت 0.2 مول دو ليستير. دابا يعني مزيان عندنا لاسيد بلس الكول كيعطينا ester plus H2O. قلنا في ليكيليبر هذا 002 هذا 002 هذا 004 هذا 004، يعني هادشي اللي بقى لنا في ليكيليبر في لافان دو لا رياكسيون.
قال لك ان فوا ليكيليبر ديناميك اي تاتا، يعني ان فوا وصلنا لهذا ليكيليبر هذا، هادشي اللي كتشوفوا قدامكم. اون اجوت 0.2 مول دو ليستير، زدنا ليستير، يعني هاد لا كونتيتي هادي غادي تزاد، هادي غتولي عندنا بحال هكا، غيولي عندنا 0.02 وقالي والو 0.02 وقالي والو، هاد 0.04 بلس 0.2 لان تزاد ليستير، اون اجوت ليستير، وهنا 0.04. قال لي دون كيل سونس فا ايفولي لا رياكسيون، يعني خصنا نحسبو لو سونس ديفوليسيون، لو سونس ديفوليسيون خصنا نحسبو كيو ار. شمن كيو ار دابا هنا بحال قلتي تي انيسيال، هاتي تي ايكال زيرو، هادي لي طا انيسيال، غادي نحسبو كيو ار انيسيال جديدة ايكال كونسونتراسيون ديال ليستير فور كونسونتراسيون ديال اش دو زو على الكونسونتراسيون ديال لاسيد فوال كونسونتراسيون ديال الكول. هادي تعطينا بان هي الكونتيتي دو ماتيير ديال ليستير فوال كونتيتي دو ماتيير ديال اش دو زو على الكونتيتي دو ماتيير ديال لاسيد فوال كونتيتي دو ماتيير ديال الكول، يعني اللي هي كونتيتي دو ماتيير ديال ليستير هي 0.04 بلس 0.2 هي 0.24، نضربوها في 0.04 ونقسموها على 0.02 لو تو او او كاري، نديرو هاد الكالكيل هذا ونشوفو شحال تعطينا كيو ار. دونك عطاتنا كيو ار سي 24. دونك كيفاش دايره كيو ار؟ كيو ار انيسيال سوبيريور ا ك لا رياكسيون ايفولي دو لو سونس انديريكت، la réaction et si la QR que le cas réaction dans le sens indirect évolue dans le sens indirect, يعني فاش زدنا ليستير رجعت لا رياكسيون في لو سونس الاخر، يعني ولات لا رياكسيون ليستير بلس اش دو زو غتعطينا لاسيد بلس الكول، هاكا غتولي لا رياكسيون. أولي دابا الرياكتيف هو ليستير و البرودوي هو ليستير و اش دو زو الرياكتيف و البرودوي هو اسيد بليس لاكول. لا كيستيون بي قال لينا دابا لا كيستيون بي ديتيرميني الوغ سا كومبوزيسيون دون لا نوفيل ايتا ديكيليبر، غنحسبو لا كومبوزيسيون في لا نوفيل ايتا ديكيليبر، دونك ايتا ديكيليبر جديدة غيكون فيها دونك في النوفيل ايطا ديكيليبر غيكون عندنا اكس فينال جديد، يعني تولي عندنا هنايا شحال في ليطا انيسيال 0 قلنا 24 هذا 0.04 هذا 0.02 هذا 0.02 في ليطا فينال تولي عندنا 0.24 موان واحد اكس فينال ماشي الاولانية هذه جديدة اسمها كاع انا بريم، وهنا 0.04 موان اكس فينال بريم، هنا 0.02 بلس اكس فينال بريم، وهنا 0.02 اكس فينال بلس اكس فينال بريم. دابا المشكل عندنا باش نعرفوا هاد لا كومبوزيسيون، يعني لا كومبوزيسيون لا كيستيون بي، ان فينال ديال ليستير لا كونتي فينال ديال ليستير هي 0.24 موان اكس فينال بريم، كونتيتي فينال ديال لو هي 0.04 موان x فينال بريم، كونتيتي دابا ديال لاسيد فينال كتساوي الكونتيتي ديال الكول فينال اللي هي 0.02 بلس x فينال بريم، خاصنا نقلبو على x فينال، خاصنا نقلبو على x فينال. واخا لو نقلبو على x فينال خاصنا شي حاجة اللي متتغيرش، شنو هي الحاجة اللي متتغيرش؟ الحاجة ما تتغيرش واخا غيرنا لي كونتيتي دو ماتيير هي لا كونستونت كا، دونك اون كا ايكال كونسونتراسيون دو لاسيد برودوي على رياكسيون كونسونتراسيون دو لالكول سور لا كونسونتراسيون دو ليستير فوا لا كونسونتراسيون ديال اش دوز. واخا
دابا نسولكم هاد كا هادي واش هي اللي كا الاولى؟ واش هي اللي حسبنا هنايا؟ لا ما تقولش لا. علاش؟ لان شوف هاد كا هادي كونسونطراسيون ديال لي برودوي شكون كانوا هما لي ستيرولو والرياكتيف هما لاسيد اي لا الكول. حنا هنا عندنا العكس برودوي هما لاسيد ولا الكول، يعني هادي سي تان كا بريم اللي هي ان سور كاتر مقلوب ديال هاديك. سي بون. دابا غادي نخرجو نحاول نخرجو من هنا اكس فينال، غادي نحاول نخرجو اكس فينال من هاد لا غولاسيون هادي. دونك غادي نكتب كا بريم ايكال هادي سي لو كونتيتي دو ماتيير فينال ديال لاسيد فوا لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديال الكول على لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديال الاستير فوا لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديال H12. ياك حنا تنعرفو لي كونتيتي دو ماتيير ديال كل واحد فيهم، مكتبتهم قدامنا تما باش نحيد هاد الطابلو اللي درت. دونك غتولي عندنا ايكال كونتيتي دو ماتيير فينال ديال لاسيد وديال الكول متساويين، يعني هي 0.02 بلس اكس فينال بريم لو تو او كاري سور هذا هي 0.24 موان اكس فينال بريم فوا 0.04 موان اكس فينال بريم. مكتوب عندنا كا بريم ايكال ونخدمو على هادي هادي ان سور كاتر. دونك هنا خصنا اكس فينال بريم خصنا نشرو هادي ونشرو لي لتحت، كتولي عندنا 0.24 فوا 0.04 ياك. نقدر نديرها انا كاع كريت اخرى. دونك 24 فوا 4 هي 16. دونك 4289 دونك هذه هي 96 10 4 موان 0.24 فوا اكس فينال بريم موان 0.04 فوا اكس فينال بريم بلس اكس فينال بريم او كار. فهمي؟ دونك هادي عطاتنا هكا وهادي سي 0.02 دونك تولي هي هادا تولي هي 4 10 موان 4 نشرناها بلس 2 فوا يعني هي 4 10 موان 2 فوا اكس فينال بلس اكس بريم فينال بلس اكس بريم فينال او كاري. هادي هي تولي كا بريم ايكال 4 10 موان 4 بلس 4 10 موان 2 x final prime plus x final prime au carré. Et là, هذه هي 10 moins 4. هذه هي moins moins 4 10 moins 2 moins 24 10 moins 2 moins 4 10 moins 2 هي moins 4 28 10 moins 2 x final plus x final prime au carré. وغادي نطلعو هادي نضربوها هنايا وغادي نديرو هادي كذلك وغادي نلقاو متطابقة مع هادي 1 سور 4 ياك 1 سور 4. دونك 1 سور 4 نضربوها هنايا نضربوها هنا نضربوها هنا. غادي نخليكم تكملوا هاد لابارتي هادي غادي تلقاو ايكواسيون دوزيام دوغري وديرو ليها الدلتا باش انكم تلقاو الاكس فينال.
دونك لا سوليسيون غيكون بحال هكا، حاولت نختصر لكم باش ما نطولش الفيديو. لا سوليسيون غيكون بحال هكا، غادي نشرو، غادي نلقاو في الاخر ايكواسيون دو دوزيام دوغري، غنديرو الدلتا غادي نلقاوها بوزيتيف، ادمي دو سوليسيون، هاد لا سوليسيون ميمكنش يكون لانه نيجاتيف، هذا نيجاتيف ميمكنش يكون امبوسيبل. دونك هنا تعطينا 003 مول ا فيريفي، تاكدوا منها. دونك الى لقينا هذه نرجعوا نعوضوا في لي كونتيتي دو ماتيير اللي عندنا ان فينال ديال ليستر اللي هي 0.24 موان اكس فينال بريم، هادو لي اكس فينال بريم اللي هي موان 0.03 ايغال ان فينال ديال اش 2 او اللي هي 0.02 موان 0.03 غتكون ان فينال ديال الاسيد ايغال ان فينال ديال الكول ايغال هنا 0.04 هنا 0.02 بلس 0.03 بلس 0.03 هكا غتكون عندنا لي كونتي. هاد لا كيسيون الاخرى حاولوا انكم تعاودوها باش تلقاو لا سوليسيون، تاكدوا من هاد لي ريبونس اللي درت انايا، يعني هاد لي 003 واش فيه كاين ولا لا، لان انا درت ان كالكول ماشي بكالكولاتريس، كالكول مونطال. دونك كان هذا هو ليكزارسيس، نتمنى انكم تكونوا تفهموه، عاودوا خدموه لان فيه دي شوز تري امبورطونت، والله يعاونكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.